السلام عليكم متابعينا الكرام. عبر الدولي المغربي كل من حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزية ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندية عرفتهما الاستجابة لدعوة الناخب الوطني واحد خليلوزيتش للمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن الدور الحاسم المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022. وكتب اللاعب مزراوي في تدوين نشر عبر حساباته الرسمية: خلال عام ونصف لم يتواصل من أحد للمنتخب كي يشرح لأسباب استبعادية. وقال نجم أياكس في تدوينه: إنه الطاقم التقني والمدرب والمنتخب الوطني لم يكلفا نفسهما أي عناء للتواصل معه وشرح أسباب إبعاده من المنتخب الوطني رغم جاهزيته. من جانبه اعتذر حكيم زياش للجماهير المغربية عن عدم استجابته لدعوة الناخب الوطني وقال: أحب بلدي واللعب للمنتخب الوطني كان شرف حياتي، لذلك ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الجامعة اليوم أنه سيتم اختياري مسبقا للمنتخب فقد قررت عدم اللعب للمغرب. يؤسفني أن أخيب أمل الجماهير، لم يكن هذا قرارا سهلا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر. على الرغم من إعطاء كل ما لدي للمنتخب على مدار السنوات الستة الماضية ودعمهم طوال حياتي، ثم الاستمرار في نشر معلومات خاطئة عني وعن التزامي تجاه بلدي، أفعالهم جعلتني من المستحيل بالنسبة للاستمرار في أن أكون جزءا من المنتخب، لذلك أقوم بإصدار هذا البيان حتى يسمع الجميع الحقيقة مباشرة مني. شكرا لكل من دعمني وأتمنى من المنتخب الوطني الأفضل في المستقبل.